السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، أتمنى تكونوا بخير وأحوالكم إن شاء الله بخير. شكرا متابعي قناة إلكترو أيتياش. في هذا الفيديو الجديد نتابعه بهذا الجهاز، جهاز ريسبتور سان فيزيو HD SV7S. فهو جهاز رائع يحتوي على سيرفر لمدة 24 شهر. كما ترون فهو بشكل رائع وجذاب ورخيص الثمن أيضا. فلا تنسى دعمنا بلايك لكي نستمر في وضع جديد إن شاء الله. وإذا كانت هذه أول زيارتك فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر لكي يصلك كل جديد وقت وضعه في القناة. على بركة الله نقوم بفتح هذه العلبة ساوند فيزيو. هذا هو الجهاز، شكل رائع وجذاب. كما ترون هذا هو شكل الجهاز، جهاز رائع وجذاب. كما ترون يحتوي على LNBN و HD out، وكذلك الافي ومدخل تغذية الكهرباء، وكذلك يحتوي على مدخلين USB USB 1 و USB، ومكان تفليش هذا الجهاز. كما ترون جهاز رائع. كما يأتي معه شارج من النوع الأصلي لهذا الجهاز للتغذية بالكهرباء، وكذلك العين وريموت كنترول أصلية وكابل HDMI.